انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة وفضيحة من فضائح كهنة وقساوسة الكنيسة. وقبل ما أبدأ الحلقة بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. وحلقتنا النهاردة هتتكلم عن كاهن بيتلاعب بشعب الكنيسة وبيضحك عليهم من خلال الخلوة في غرفة الاعتراف. ومن خلال عرضنا السابق لفضائح الكهنة والقساوسة الأخلاقية اتضح ان المشكلة عامة ومتفشية في الوسط ده، واتضح ان كتير من القساوسة والكهنة بيعملوا نفس الأفعال الفاضحة بذريعة سر الاعتراف. وعلشان كده قررت ان الحلقة دي هتكون اخر حلقة هتكلم فيها عن الانحرافات الأخلاقية للكهنة والقساوسة، علشان النماذج كتير جدا ومش هتخلص. وفي نهاية الحلقة هتكلم عن السر الخطير وراء استمرار الكهنة والقساوسة في الإيقاع بنساء الكنيسة في الرذيلة واللي بيتم بمباركة الكنيسة، فتابعونا للنهاية. القمص جرجس عبد الملاك كاهن بإبراشية سوهاج والمنشاوى المراغة، له علاقات نسائية وتاجر أثار، بيسجل اعترافات البنات والسيدات علشان يستغلهم في أغراضه الدنيئة، ولما تقدمت شكاوى ضده تم إيقافه عن العمل الكهنوتي، وده نص بيان الإيقاف. بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاوى المراغة الاثنين 12 يونيو 2023، بخصوص القمص جرجس عبد الملاك الكاهن بالإبراشية. بدأت تصلنا منذ فترة شكاوى ضده، وكنا نتعامل معها حسب الموقف سواء بالنصيحة أو التحذير، وكذلك إقضاعه لقانون تأديبي أكثر من مرة. ومنذ فترة قليلة تم إيقافه لمدة شهر عن العمل الكهنوتي، ولكن مع استمراره في الأخطاء قررنا إيقافه وإحالته إلى المجلس الأكليريكي بالإبراشية بتاريخ 4 يونيو 2023، مرفق صورة القرار الموقع عليه بالعلم من القمص جرجس. ونظرا لتعرضه لمشكلة شخصية خاصة اضطرته للسفر للخارج، قررنا إيقافه بشكل كامل عن العمل الكهنوتي في أي مكان يتواجد فيه لحين عودته ومثوله للتحقيق. يعني دلوقتي القمص جرجس يعتبر موقوف عن العمل الكهنوتي، ويعني مش عارفين طبعا ايه هي الاخطاء، ولكن ده البيان اللي تم اعلانه وتم نشر هذا الخبر. يعني السبب اتعرف من بعض الناس اللي سربوا مكالمة بين القمص جرجس عبد الملاك وبين إحدى المعترفات. يعني طب تحب يعني انت قول وانا هقول وراك. اتعهد قدام الله. اتعهد قدام الله. ما بعدش عنك وما سيبكش. ما بعدش عنك وما سيبكش. لغاية اخر نفس في حياتي. لحد اخر نفس في حياتي. احبك. يعني طب تحب يعني انت قول وانا هقول وراك. وعلشان التسجيل في كلام يخدش الحياء العام وكلام مش مؤذ لكل انسان عنده حياء، عرضت جزء من الحوار، وباقي الحوار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفحات النصرانيه. واللي بيأكد صحه التسجيل اعترافات الست اللي غرر بيها القمص المتحرش، فتعالوا نسمع هي بتقول ايه. وبعد ما دخلت في الكنيسه وصلينا وقعدنا شويه، أبونا جرجس بيشاور لي، ازيك يا أبويا، ازيك يا بنتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا أبويا، أنا جوزي توفى، صلي لي يا أبونا، أنا عندي عيلين، مسؤولية الدنيا صعبة، واذكرني في صلواتك يا أبويا.
أبويا قال لي اديني رقمك عشان أبقى أذكرك في صلواتي وأكلمك أسمع صوتك وأطمن عليكي. تمام يا أبويا هذا رقم. يجي مع الساعة 1 الساعة 2 يرن علي. طب في ايه؟ طب مين بيرن على حد في الوقت ده ايا كان اللي انت عايزه او ايا كان انت هتقول له ايه؟ المهم بدأ كلامه ما يكونش كويس. ابتدى الفاظ يا قلبي يا روحي حياتي. ما كنتش عارفة ارد اقول ايه، بس اللي هو في حاجة غلط، نبرة الصوت في حاجة غلط. سكت ما تكلمتش. بعد كده دخل في نقطة الجنس ويتكلم كلام مش كويس. شكت الأمي وأبويا وأخواتي قعدوا يقولوا لي لا أنت أكيد في حاجة في مخك، وإزاي أب كاهن يعمل كده، ده إحنا الرعاة بتاعته وهو اللي بيرعانا وهو مسؤول مننا. لا ما يصحش، لا اللي أنت بتقولي غلط، أنت أكيد في حاجة في مخك. ابتدت أروح الأباء الكاهنة وأقول لهم ده بيحصل منه 1 2 3، لا طبعا ما فيشي. رحت لسيدنا أكتر من مرة واثنين وثلاثة، كان بيسكتني مش ياخد كلامي في عين الاعتبار، واني ايوه اني ممكن في حد كده يعمل كده، ايوه اني ممكن اب كاهن لكن لا، هم عشان شايفينه اب كاهن فهو يعني يعمل اللي هو عايزه. ليه يعني يعمل اللي هو عاوزه؟ او مثلا علشان هو اب كاهن، لا ما فيش اب كاهن بيعمل كده. ان هم انا قعدت اقول طب العب فيه ولا فيه، طب هو انا اللي فيه يخليه يظهر له ان انا ممكن اكون كده؟ ما كانش في ايدي حاجة غير ان انا اسجله، ان انا اشوفه هو عاوز مني ايه. ده متقالش عليه راجل، ده متحول لذئب بشري عاوز ينهشنا، وهو بالفعل نهش ناس كتير، نهش ناس كتير كنفسيا وفكريا وجسديا كتير كتير كتير، فعلا كتير كتير كتير. وده معناه ان العلاقات النسائية للكهنة والقساوسة اصبحت ظاهرة عامة وليست حالة فردية. وده اللي بيقودنا للسؤال عن مين المتسبب في انحراف الكهنة، واللي هيجاوبنا على السؤال ده القمص المشلوح أندراوس عزيز اللي اتكلم عن الفساد داخل الكنيسة، وقال إن الأنبا بشوي بيغري زوجات القساوسة بالأموال علشان يتجسسوا على أزواجهم، وإن بعض الرهبان بيزنوا بعلم الكنيسة اللي بترفض زواجهم. كما أكد إن بعض الكهنة يفشون أسرار الاعتراف، ويحدث هذا في العظات الكنسية أو في الجلسات الخاصة، مع إن المفروض إن الكاهن بمجرد خروجه من غرفة الاعتراف بينسى كل شيء. كما أن الكاهن لا يجب أن يحاكمه المجلس الأكليريكي، بل يحاكمه أسقفه رئيس إبراشيته. لذلك ليس من حق المجلس الأكليريكي ومقره القاهرة أن يحاكم كاهن في أسوان، وليس من حق الأنبا بيشوي أن يمسك بملف كاهن ليحاكمه. لذلك فإن لجنة المحاكمات الكنسية ليس لها أساس، وهي مجرد اختراع، مما يؤكد نفوذ الأنبا بشوي أنه عندما تم اختطافي بعد اتهامي بتزوير عقود الزواج، رغم أنني كنت أزوج هذه الحالات بعلم بعض رجال المجلس الأكليريكي، قال الأنبا بشوي لمن اختطفوني اتركوه، البابا شنودة عارف عنه كل حاجة. وأشار أندراوس عزيز إلى أنه قام بتزويج راهب جاءه بامرأة كانت حاملا منه، وهو ما يختلف مع رأي البابا شنودة، والذي يرى أن الراهب لا يجب أن يخطئ لأن الرهبنة نذر ولا يستطيع الراهب أن يتزوج، في حين يرى الأب متى المسكين أن الرهبنة دعوة، مما يؤكد أن هذا الرأي هو وجهة نظر البابا شنودة وليس الكنيسة. ويمكن للراهب أن يتزوج، ولكن بشرط أن يتنازل عن الرهبنة ويكتب إقرارا بذلك. وفجر أندراوس عزيز مفاجأة بقوله أن الراهب الذي تزوج بعد أن أخطأ مع امرأة ما زال في الكنيسة وما زال كاهن مذبح، مما يمثل خطأ شنيعا في القوانين الكنسية، لأن الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول يقول إن الزواج أفضل من التحرك. وأكد أندراوس عزيز أن الأنبا بيشوي يحاول اختراق أسر الآباء المشكوك في تصرفاتهم، وغالبا ما يستقطب الأنبا بيشوي زوجة الكاهن محاولا تجنيدها لتتجسس على زوجها لتمد سكرتير المجمع المقدس بالمعلومات مقابل مبالغ مالية.
ولكن الأنبا بيشوي يقوم بكل ما يفعله بموافقة البابا شنودة، لأنه في النهاية يقصد بيشوي بمثابة عصا تأديب في يد البابا شنودة، والذي يريد تحويل الكنيسة من كنيسة دينية روحية لملكوت السماوات إلى حزب سياسي. وموافقة الأنبا شنودة على انحرافات الكهنة بيأكدها رده على أحد الأشخاص اللي بيستنكر إن في نساء بيلبسوا ملابس خليعة في مراسم الخطوبة وأكاليل الزواج. واحد بيقول نلاحظ دائما في مراسم الخطوبة وأكليل الزواج وجود سيدات وبنات بملابس خليعة جدا، بما لا يليق بقدسية الكنيسة وسر من أسرارها المقدسة، ويضعن في حرج وانتقاد من أهل العالم. في حالة الزواج كل واحدة عايزة تظهر إنها يعني أجمل الموجودات، دي غريزة عند البنات والستات مالكش دعوة بيها. احنا كمل الزام ابوك. لكن يعني كلمة خليعة جدا انت تلام عليها، هما بيلبسوا ملابس يعني جميلة جدا، لكن كلمة خليعة جدا دي كلمة فارسية منك انت شوية. اما موقفنا في حرب وانتقاد مع اهل العالم، ما يعني اهل العالم لما بيجوا لحفل الزواج بيجوا محجبات، برضو بيجوا جمال. انا مشفتش ابو تقل دم امك. عايزني اقول لدون ليه بابا وماما وقداستك هو مقدس انا مقدس عنه؟ ده انا بحترم الكتاب عنه، هو ما بيحترمش الكتاب، هو مش موجود في الكتاب اصلا. يعني كبابا وبطرك ما عندناش في الكتاب المقدس حاجة اسمها بطرك. يجب ان اذكركم ان داخل الكنيسة الكثير والكثير من الفساد الاخلاقي والمالي وغيره من انواع الفساد، والتي سوف ننشرها على أجزاء بإذن الله، وإن موضوع الفساد هذا ظهر على أيدي القساوسة والرهبان والعامة من النصارى ليوضح لنا أن خلف أسوار الكنيسة عالم آخر كان مختفي عن أنظارنا، ولكن الآن كل شيء أصبح أمامنا بفضل التكنولوجيا والتطور السريع في عالم الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.